بالنسبة للدبلومة الشاملة، هي بتبدأ يعني عناصرها كالآتي. وليه عناصرها كده وترتيبها كده؟ مبدئيا احنا يعني عاوزين نسمي اسم كده شامل للكورس، هو في تطوير الويب، تطوير مواقع الويب، تطوير الويب سايتس اللي هو تطوير مواقع الويب. يعني احنا بنشتغل في تطوير المواقع، المواقع تحديدا، يعني مش تطبيقات ولا اي حاجة تانية. طيب تطبيق المواقع ليه مسارات معينة، المسارات دي انا عشان ابقى بروفيشنال محتاج امشي فيها، وبعد كده انا ممكن افكر ان انا اطور من نفسي في اتجاه تاني. ولكن انا دلوقتي بتكلم على شوية اساسيات كده في تطوير الويب. الويب عندنا في، طبعا هو الويب واي حاجة، يعني اي تطوير، اي حتى الابليكيشن فيها نفس التقسيمة دي، لكن انا بتكلم من وجهة نظر الويب. احنا عندنا في تخصصين طبعا، اللي هو الفرونت اند والباك اند، والجزئيتين دول هما العنصرين اللي بيشكلوا اي موقع او اي تطبيق. طيب ايه الفرونت اند؟ الفرونت اند ده انا بدرس ازاي اعمل ديفلوبمنت او تطوير لواجهة المستخدم. اللي هي ايه واجهة المستخدم؟ اللي هي طبعا الجزء اللي باين قدامي ده، ازاي اصمم شكل زي اللي قدامي بالشكل ده. يعني اي صفحة انا بدخل عليها، لو دخلت على جوجل، الصفحة اللي قدامي دي هي واجهة المستخدم. ازاي اطورها، يعني ازاي اصممها واخليها متناسقة بشكل معين، فيها بتقوم بقى بدور معين وهكذا. دي اسمها ايه؟ الفرونت اند. وفي الجزء التاني اللي هو الباك اند ديفلوبمنت، وده اللي هي الشيء الخفي، هو محسوس ولكنه خفي، يعني نحسه ونحس ان هو شغال ولكن انا مش بشوفه. ودي البرمجة الخلفية، اللي هي بتبقى البرمجة وقواعد البيانات، اللي هي لما بنعمل اي حاجة. يعني انا دلوقتي لو انا موجود على اي موقع، وليكن زي ما احنا كده موجودين على جوجل مثلا، وجيت كتبت اي حاجة، الحركة اللي أنا بعملها دلوقتي دي اللي أنا شايفه ده واجهة المستخدم، ولكن العملية اللي بتحصل في خلفية اللي أنا مش عارف إيه هي، هي عملية حسابية، ما في حاجة بتخليني لما أبدأ أكتب أي حاجة يطلع لي إحصائيات. تمام، هي دي الباك إند اللي هي البرمجة وقواعد البيانات. هو بيخش دلوقتي بيبدأ يشوف أنت بتكتب إيه، بيروح قاعدة البيانات بيشوف إيه أكتر الحاجات المتداولة او الحاجات اللي بيتم البحث عنها، وبعدين بيجيب لك الاقتراحات دي، بيقول لك لو عاوز تختار حاجه زي كده. انا مجرد ما كتبت ال ا طلع لي اول اكتر حاجات يعني ايه عليها يعني بحث. النادي الاهلي، الاهلي تقريبا، الاهلي مسيطر على اول جزء، يعني الاهرام، الازهر الشريف، الاحوال الجويه، الاهرام ضد يعني ايه كل الحاجات دي. تمام، فدي قاعده بيانات. طب انا دلوقتي اخترت حاجه معينه، كتبت الازهر الشريف كده، دخل العملية اللي حصلت دلوقتي دي برضو هي باك اند، ان انا دخلت اسم وراح لقاعدة البيانات او ايا كان، وراح استدعى معلومات وجه وراح عرضها لي. طب عرضها لي فين؟ دي الفرونت اند بقى، يعرضها لي في الفرونت اند. يعني انا بعمل شكل الصفحة دي واقول له لما اعمل العملية دي هات لي هنا عدد النتائج، حطها لي هنا، اكتب لي هنا لينك اسمه الاخبار، الصور، دي انت تصميم الفرونت اند. اما العملية اللي بتحصل في الخلف، عملية البرمجة وعملية البحث، دي هي الباك اند. فده باختصار موضوع الويب. طيب الفرونت اند ده يعني اللغات بتاعته الأساسية اللي هو HTML CSS وجافا سكريبت، دول يعني أول خطوات في الفرونت اند. بعد كده بتخش على حاجات تانية وبتدرس حاجة اسمها مكتبات، حاجة زي رياكت، انجولر، واي في جي كويري، حاجه مكتبات كده بقى معينه بتطور نفسك فيها. لكن دول الاساسيات عشان اعمل صفحه زي اللي قدامي دي كتصميم، مش كبرمجه، كتصميم انا بحتاج ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. الباك اند ديفلوبمنت بقى اللي هو ايه؟ اللي هو البرمجه الخلفيه، واللي هي بتبقى مثلا حاجه زي لغه اسمها البي اتش بي وقواعد بيانات ماي سيكوال، ودول اللي معمول منهم النظام اللي هو الورد بريس اللي احنا هنشتغل عليه. فاحنا عندنا الورد بريس ده هو نظام معمول باللغات دي كلها.
معمول كفرونت اند من HTML CSS جافا سكريبت، ومعمول كبرمجة ماي سيكوال وبي اتش بي، ولكنه نظام جاهز. نظام جاهز يعني ايه؟ يعني ظهرت في فترة من الفترات بعد كده في يعني العقدين اللي فاتوا حاجة اسمها CMS اللي هو الكونتنت مانجمنت سيستم. زمان كنا لما بنحب نعمل موقع بنقعد بقى نبرمج من الاول، يعني ال HTML CSS، نعمل صفحة HTML ونعمل CSS ونكود والجافا سكريبت، وبعد كده لازم حد يبرمج لنا البرمجة الكلها، يعني كل مشروع مطلوب انك تتبرمجه وحاجات زي كده، لغاية ما ظهر الووردبريس. ده كان نظام مدونات، كان في بداية الألفينات كده ظهرت حاجة اسمها مدونات، كانت هي الترند وقتها، لأن ما كانش لسه السوشيال ميديا يعني ظهر بالشكل ده. كان أي حد ممكن يخش يعمل مدونة ويكتب آراءه وحاجات زي كده، وأغلبها كان السياسيين مثلا كانوا بيعملوا القصة دي كتير، فظهر كمنصة تدوين بعد كده عشان هو أوبن سورس، أو يعني مفتوح المصدر مش ملك حد معين. الناس فضلت تطور فيه إلى أن أصبح نظام إدارة محتوى، إن أنا ممكن من خلاله بدل ما أقعد أكتب كل مرة الكود من الأول وأعمل الموقع من الصفر، لا هو بيديني كده زي إيه، ستارتنج بوينت، يعني بداية كده، أنا هجهز لك الأساسيات كلها أهو، أنت خش بس أعمل إيه، كاريت صفحاتك، كاريت المنيو بتاعتك، ابن الصفحات بتاعتك من غير ما تتعب يعني. فمش محتاج حتى تكون بديك في الكود أو فاهم القصة دي عشان تعمل موقع، فهو سهل الأمور كتيرة جدا وخد شعبية كبيرة نتيجة إن هو أصبح متطور جدا، وده محدش يقدر يتغاضى، لأن هو أكتر من يعني 60% من المواقع اللي على الإنترنت بتستخدم ووردبريس، وأغلب المواقع المشهورة مواقع كتيرة جدا بتستخدمها، فده يعبر إن هو قوي. وبعدين هو الأكثر طلبا في السوق، لأن هو محدش يجي يقول لا راحت عليه، لا أعمل لي برمجة خاصة، الكلام ده ما يعني ما يعني لما يجي حد يقول لك برمجة، هو إيه برمجة خاصة يعني؟ يعني أعمل لك حاجة زي الووردبريس. طب ما الووردبريس موجود، يعني ممكن يعمل تطوير في الووردبريس، يعني ايه الووردبريس موجود انا اعمل اضافه، ما انت ممكن تمسك الووردبريس ده وتغير في حاجات اللي انت عايزها، لو انت مبرمج كمان تقدر تخش وتعمل اللي هي البرمجه الخاصه دي تعملها جوه الووردبريس اللي هو الجاهز، بس انا استفيد من الووردبريس جاهز، السكيورتي فيه مثلا عالي، الحاجه التانيه بيفهم فيه ناس كتيره جدا، فاقدر ان انا حتى لو في مشكله للعميل ان هو يسيب شركه مش هيبقى في مشكله، نلاقي شركه تانية تدير له موقعه، لانه ووردبريس في الاول وفي الاخر فالموضوع معروف، يعني اي حد هيقدر يدخل يعمل اداره للموقع، فالووردبريس مهم. يعني احنا نشوف السي ام اس كده، اشهر السي ام اس اللي موجود تمام، دايما هتلاقي طبعا في البداية وورد بريس، يعني نشوف الإحصائيات بتاعتها، يعني نشوف مثلا حاجة زي كده في يونيو 22 هنلاقي وورد بريس مستحوذ على 64% من السوق، يعني الأخضر ده كله الوورد بريس، بعد كده بقى شوبيفاي ويكس والحاجات التانية دي كلها جملة مش عارف ايه، وفي حاجات اندثرت اساسا ما بقتش يعني كده، وفي حاجات اثبتت ان هي مثلا ما فيهاش كفاءة في حاجات معينة زي تهيئة الحاجات دي لمحركات البحث والكلام ده، الحاجات دي كلها عوضها ووردبريس. ووردبريس نظام سهل مرن، في ناس كتير بتشتغل عليه، فتلاقي في كوميونيتيز كتير على الانترنت تقدر تخش تسأل وتلاقي اجابات لمشاكل اللي عندك، كمان تقدر تلاقي مبرمجين ومطورين ومصممين ووردبريس في كل مكان من كل اللغات ومن كل الجنسيات بسهولة، تقدر تلاقي ان انت تعمل بيه موقع يكون متجاوب مع محركات البحث، ما اهم حاجة دلوقتي لأي موقع انه يظهر في جوجل مثلا، فهو بيدي ادوات عالية وهو نفسه اصبح ان هو يعني اوبتمايزد ان هو يقدر ان هو يرانك، اغلبية المواقع اللي موجودة مثلا في النتائج المتقدمة بتكون ووردبريس، فانا خلاص هو بيحقق لي حاجات كتيره جدا، فلذلك احنا بنستخدمه كاداه اساسيه بالنسبه لنا كويب ديزاينرز او ويب ديفلوبرز مثلا، وبنقدر نعمل بيه اي حاجه بقى، مواقع اي حاجه، في متاجر الكترونيه نعمل بيه، منصات تعليميه، مواقع عضويات نعمل بيه، مواقع اخبار نعمل بيه، حتى مواقع مخصصه زي ما هناخد ان شاء الله، احنا ممكن نعمل احنا اصلا حاجه مش موجوده، يعني انت هتعمل خانات جديده وهتعمل نظام بوستات جديده، و ممكن تعمل لوحة التحكم الخاصة بيك فيها عناصر مختلفة خاصة بيك، مش لازم لوحة التحكم بتاعت وورد بريس، لا أنا ممكن لوحة التحكم وورد بريس دي أنا أخصصها أخليها مختلفة تماما
ليا ولشغلي للعميل بتاعي، بحيث ان هو بيخش بيعمل كذا 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 زي ما انا. الحاجات دي كلها بقت سهله ان نعملها بورد بريس، مش محتاج ان انا ابدا من البدايه. هنيجي برضو شوف حاجه زي كده، هتلاقي برضو اي احصائيه لاي سنه هتلاقيها كده، وورد بريس بالاحمر 63%، الاحصائيه دي اهي 78%، يعني دي حاجه تانية خالص يعني. تمام، يعني الاحصائيات دي كلها بتقول لك ان وورد بريس يعني هو ما ينفعش ان انا ابقى ويب ديفلوبر ولا ويب ديزاينر واتجاهل هذا، يعني هذه النسبه المئويه من صعب يعني، مش تمام خالص كده. تمام، ف لابد ان احنا نشتغل. فالورد بريس بعد كده هو اللي هنخش عليه، اللي هو مكون من اللغات دي كلها، يعني هو معمول له، معمول من الكلام ده كنظام إدارة محتوى، وهو اللي هنشتغل عليه بعد كده. طيب هنشتغل عليه ايه؟ هنشتغل عليه كل حاجة. احنا هنبدأ من جزئية الدومين، ازاي نسجل الدومين وازاي نعمل الهوست، وايه الفرق بين الدومين والهوست، وازاي نربطهم ببعض. نشوف دي من البداية خالص. تمام، وبعد كده ازاي بقى نخش على الهوست ده، معمول من خلال حاجة اسمها السي بانل. تمام، يعني احنا عندنا هنا كده لما بيبقى عندنا اي موقع بنجيبه جديد بنخش على سي بانل زي كده. اول ما بنخش بناخد باسورد يوزر نيم، بنخش على سي بانل. السي بانل دي هي الكنترول بانل، يعني اختصار كنترول بانل، اللي هي بندير منها الموقع بتاعنا. طب بندير الموقع من خلال ايه؟ من خلال كل حاجه في الدنيا. يعني هنلاقي اقسام، مثلا قسم الايميلات، الايميلات اللي احنا عاملينها للموقع. انت عندك دلوقتي دومين نيم مثلا، اي حاجه مكتوب، الدومين بيبقى مكتوب هنا كده، اي حاجه دوت كوم دوت نت دوت اورج دوت، اي حاجه بيبقى موجود الدومين. انت بتعمل ايميلات ات الكلام ده مثلا، او تعمل فوروردرز اللي هي اللي بيحول الايميلات لاي مكان. كل حاجه بتخص الايميلات هتلاقيها موجوده هنا. بعد كده في الفايلز، ان احنا نحمل ملفات الموقع وكل ما يخص الفايلز بتاعت الموقع، الملفات الخاصه بالموقع. بعد كده في الداتابيز، قواعد البيانات، قواعد البيانات، وفيها حاجه اسمها البي اتش بي ماي ادمن، دي اللي احنا برضو هناخدها، اللي فيها قاعده البيانات، اي قاعده بيانات خاصه اللي هي بتاعت الورد بريس ده. بيعمل ايه؟ هو عباره عن ابلكيشن بياخد الداتا من قاعده بيانات ويعرضها قدامك على فقاعده البيانات دي هنا، يعني موجوده هنا في البي اتش بي، اقدر اخش عليها واقدر اتصفحها. يعني انا دلوقتي دخلت على قاعده من قواعد البيانات مثلا، ورحت على الحاجه اللي ليها علاقه بالبوستات مثلا، هلاقي في حاجه اسمها بوستس. تمام، شوف لما اخش على البوست الاقي كل البوستات بتاعتي موجوده ومكتوبه. لما فهو بيخش المكان ده او قاعده البيانات دي، يعمل يعني استدعاء للبيانات ويبدا يعرضها لي على الموقع، فتظهر قدامي انا كزائر للموقع بالشكل اللي بتظهر. فده البي اتش بي ماي ادمن. عندنا الدومينز، نضيف دومين، نضيف سب دومين. مثلا لو انا عندي مثلا موقع اسمه كذا دوت كوم، عاوز اعمل مثلا تخصص كذا دوت كذا دوت كوم، والكلام ده كله نقدر نعمل من دومين. بعد كده الاحصائيات بقى بتاعت الموقع، السكيورتي، سوفت وير بقى بينزل لك سوفت وير جاهزه، ممكن بدل ما انت تبذل مجهود في انك انت تنزل، انت ممكن تنزلها على طول من هنا بكم كليك كده ورا بعضيها، وهكذا. ده السي بانل. السي بانل ده احنا هندرس ازاي نعمل، نتعامل معاه ازاي، نحط ملفاتنا عليه، ننظم ملفاتنا عليه، ايه الممارسات المهمه لتامين الملفات عليه. الورد بريس ازاي ننزل، يعني انتوا عندكم فيه هم عملوا حاجه من كتر ما الورد بريس منتشر، هم عملوا له حاجه اسمها وورد بريس مانجر. تمام، جوه ال يعني السي بانل، يعني الورد بريس اهو. وطبعا في جمله ده برضو من ضمن السي ام اس او نظم اداره المحتوى. انا بخش على وورد بريس اقدر بتكه واحده اعمل انستول وخلاص، يبقى عندي نسخه من غير ما اعمل اي اجراءات يعني فنيه او تقنيه خالص يعني. وممكن برضو هناخد ازاي نعمل الكلام ده بشكل يدوي تقليدي، يعني ليه هينفعني وهيبقى مهم احيانا في حاجه تبقى فيها مشكله او كده، لو انا مش عارف الطريقه التقليديه او العاديه ممكن تقف قدامي ساعات مشكله تبقى صغيره جدا بس تقف قدامي بسبب ان انا ما اعرفش اعملها بشكل يعني عادي او كده. هناخد كل الطرق بحيث ان يبقى معايا كل الطرق دي. السي بانل هندرسها، هندرس ال دبليو اتش ام اللي هو الريسيلر، حساب للسيلر عملاء. لو انت هتعمل عملاء استوديو او ايجنسي يعني خاصه بالويب ديزاين، وهتعمل لهم نظام استضافه وحاجات زي كده، فبيبقى عندك لوحه تحكم. طبعا في البدايه كحاجه صغيره بنشتري حاجه اكونت ريسيلر، اللي بعد كده بقى بنبقى ناجر بقى يعني سيرفرات في بي اس وحاجات زي كده. لكن احنا في حدود الشغل العادي او المتوسط بناخد حاجه اسمها
حساب ريسيلر، او يعني اللي هو بيعيد بيع الاستضافه، يعني كانه بياخد حته ارض كبيره يعني هو يقسمها هو بقى ويبيعها بمعرفته. تمام. ازاي نعمل كرييت اكونت العميل يعني على هنا، ونديله بقى لوحه تحكم، وازاي ندير له لوحه التحكم بتاعته، وحاجات زي كده يعني. ده بالنسبه للريسيلر والحاجات دي كلها والاستضافه. طبعا هنشتغل HTML و CSS وكل الاساسيات بتاعت الجافا سكريبت اللي هو الجزء اللي احنا قلنا عليه، الووردبريس طبعا كل ما فيه من الاساسيات، زائد ان احنا هنركز على الاليمنتور اللي هو بيبني الصفحات من غير كود. تمام. ومن خلاله بنقدر نشتغل على ان احنا نبني قوالب كاملة، نبني حاجة اسمها كاستم بوستس وكاستم فيلدز اللي احنا برضو ان شاء الله نشتغل عليها. هنشتغل على مواقع المتاجر الإلكترونية، تمام، وهنشتغل على المواقع إخبارية، وهنشتغل على مواقع منصات تعليمية، اللي هم أكتر 3 حاجات يعني دارجة شوية. وبعد كده لما بتشتغل على دول بتقدر بعد كده تشتغل على أي حاجة يعني. زائد إن إحنا هنشتغل على اللاندنج بيج، صفحات الهبوط، مواقع الإنفورماتيك أو التعليمية اللي هي عفوا المواقع المعلوماتية اللي هي بتكون معلومات، او مواقع تعريفيه، او مواقع اللي هو البروشور ويب سايت او البروفايل ويب سايت، يعني اللي هي المواقع اللي بتقدم معلومات يعني، ممكن تبقى للشركات او كده. الحاجات دي الاساسيه هنشتغل عليها. هناخد بقى شويه حاجات خاصه بالسي اي او، طبعا ازاي نهيئ الموقع بتاعنا ويكون جاهز لمحرك البحث. تمام. ده مهم جدا طبعا، لازم نعتمد عليه. وهناخد جزء خاص بالسكيورتي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المواقع. المواقع دلوقتي اصبح فيها يعني حاجات كتير بتسهل علينا مأموريات خاصة بالذكاء الاصطناعي. هناخد ايه الأدوات المتاحة موجودة اللي ممكن تساعدنا، وممكن نستفيد منها ازاي في عملية تصميم وتطوير الموقع بتاعنا. ده ببساطة الشغل كله قايم على مشاريع. يعني ايه مشاريع؟ يعني احنا كل حاجة بنبدأها مش بنقعد نتكلم على حاجات كده ورا بعضيها وخلاص، لا، احنا بناخد مشروع. احنا نبدأ في المشروع الفلاني، واحنا بقى شغالين المشروع بنتعلم بقى، تمام، عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه من البداية للنهاية، بدأنا ازاي وخلصنا ازاي. تمام. مش معلومات كده عامة برضو انا مش عارف اوظفها، لان يعني احيانا بعض الناس تيجي تقول انا ايه، انا شفت فيديوهات كتير، انا حضرت حاجات كتير، بس انا عارف، بس مش عارف ازاي أبدأ، ازاي اخطط، ازاي اوظف الكلام ده، عندي معلومات مش عارف اوظفها صح. فاحنا لا، احنا هنشتغل افضل على يعني فكرة المشروع عشان نعرف احنا بنبدأ ازاي وبنخلص ازاي المشروع بتاعنا ده، سواء في ال HTML و CSS، وسواء في ال WordPress وفي باقي الشغل بتاعنا. احنا بإذن الله بنبدأ يعني يوم 7 اكتوبر اللي هو المحاضرة القادمة، وان شاء الله معانا لغاية 23 ديسمبر. هبعت لحضراتكم الجدول الكامل على الجروب، تمام، كلاس روم، طبعا هتلاقوه موجود في، ممكن في الريسورسز او ممكن تلاقوه على الستريم عادي جدا. الناس اللي ممكن تكون عندها بداية خالص من الصفر خالص، هبعت لكم برضو بعض اللينكات هتبقى موجودة هنا في الكلاس وورك لبعض الحاجات اللي هي يعني نسمعها كنوع من انواع ان احنا بناخد كده شوية معلومات عامة زي اللي بنحضر، يعني بنحضر المحاضرة. طبعا كل محاضرة او كل سيشن في قبليها حاجات بناخدها، طبعا بنكتبها برضو هنا في الجروب، حاجات بنقول هنعملها عشان نبقى بنجهز المحاضرة الجاية، وفي حاجات بنقول هنعملها بعد المحاضرة، تاسك او حاجة زي كده هنعملها بقى. فكل سيشن في قبليه حاجة وبعديه حاجة، قبليه حاجة بنجهز المحاضرة، وبعديه حاجة بنطبق الجزء الخاص بالمحاضرة بتاعتنا. بإذن الله. انا بس الميعاد طبعا هو الساعة 7 النهارده، بعض الناس بس اتأخرت معلش عشان خاطر زي ما قلت لحضراتكم مشكلة المواعيد، مشكلة المنصة مش عارفين يخشوا على المنصة، بس هو يعني أعتقد أغلب الناس دخلت على المنصة عادي. برضو أنا عايز استفسارات حضراتكم، عشان أنا في ناس كتير بتبعت لي حاجات، أو في بعض الناس تايهة في بعض الأمور، فأنا عاوز برضو لو حد عنده أي استفسار يقول لي، بحيث إن إحنا نبقى فاهمين كل الأبعاد يعني. ازيك يا باشمهندس؟ وسهلا، اتفضل.
كان لي استفسار بس بخصوص تسريع المواقع الإلكترونية، هل هيبقى مشمول برضو في الدورة دي؟ يعني إزاي مثلا نقدر نأكسلريت اللودينج بتاع الصفحة أو التحميل بتاع الصفحة أو كده؟ ايوه طبعا طبعا. جزء ده يعني هو جزء يخص ال SEO، يعني يعتبر جزء بيحطوه ضمن ده، وده جزء مهم جدا، لان انا كديزاينر او ديفلوبر او اي حد بيعمل مواقع، اذا ما كانش قادر على ان هو يهيئ الموقع للامور دي هيبقى عنده فيه مشكلة. احنا لازم نعمل موقع يكون اصلا اساسا كويس لليوزر، كويس لمحركات البحث، مش كويس ليا انا. وبنقع احيانا في مشكلات كتيره جدا، يعني اقول لكم على بعض الامور برضو اللي بتواجهنا، وعاوزكم دايما تتخلصوا من حاجه اسمها التحيزات. تمام؟ يعني ايه تحيزات؟ يعني انا متحيز لفكرتي، لوجهه نظري، انا شايف ايه، رغم ان انا مش عامل الموقع ده ليا انا، انا عامل الموقع ده لحد تاني. فلازم يكون دايما لما باجي اعمل اي شغل، مواقع، تطبيقات، اي حاجه من الحاجات دي كلها، لازم اشوفه من وجهه نظر الطرف اللي انا بستهدفه. انا بستهدف اتنين، بستهدف محرك بحث، وبالتالي لازم اهيئ الموقع بتاعي لمحرك البحث. ولو ما هيئتوش الموقع البحث يبقى انا فقدت اول حاجه. الحاجه التانيه بستهدف مين؟ بستهدف الزائر معين. الزائر ده لازم لما يدخل يلاقي اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه. ولذلك احنا لازم بنشتغل على ان احنا نعمل ويب سايت مناسب لكده. بتيجي بعض الناس يقول لك انا عاوز اعمل موقع فيه حركات وانيميشنز وكده، فبنقول لا بلاش الكلام ده، مثلا ده بيأثر على اللودينج، انت موقع محتاج تظهر في كذا وكذا. فاذا كنت انت شايف ان ده هو اللي مريح ليك، فده مش هيبقى مريح لمحرك بحث، مش هيبقى مريح للمستخدم، وهكذا. تسريع المواقع وان الصفحة تكون مهيئة انها تظهر في محركات البحث، الحاجات دي كلها هي ضمن الـ SEO، وده هيبقى ان شاء الله يعني من ضمن الجزء اللي هنشتغل عليه في الـ SEO. تمام، في اي استفسارات تانية اتفضلوا، انا معاكم. يعني هستأذنك في سؤال بعد إذنك، اتفضل. بس عايز أتأكد بس من حضرتك، الميعاد كل سبت الساعة 7 ولا الساعة 7:30؟ هو طبعا هو 7، الساعة 7 المفترض. هو النهاردة بس اللي حصل ان ناس كتير قعدت تبعت لي، ما اللي ما دخلش المنصة ما كانش عارف يخش على اللينك ازاي، يعني عشان اول مرة فتأخرنا شوية. هو الميعاد الساعة 7، تمام، عشان بناخد وقتنا يعني بإذن الله. تمام، من 7 لإمتى تقريبا يعني هي بتبقى، تتوقع؟ شوف، هو على الاقل يعني هيبقى من 7 ل 9، 9:30 يعني كده، في الحدود دي. تمام، حلو قوي، شكرا تمام، جدا. ان شاء الله. اتفضل. يا وطبعا ده باشمهندس، اتفضل اتفضلي. هو دراسة الموقع هتبقى عربي ولا انجليش، ولا حضرتك هتشرح انجليش ولا ايه بالظبط يعني؟ حضرتك، هو احنا اغلب الشرح بيبقى طبعا هو الشرح بالعربي، بس احنا بنشتغل على مثلا لوحة تحكم بالانجليزي، تمام. وممكن طبعا يعني عادي ممكن بعد كده، اصل فكرة ان انا اتعلم بالانجليزي، ترجمة العربي سهلة بعد كده، لكن اتعلم بالعربي هاجي اقلب على الانجليزي هلاقي فيه مشكلة. تمام. الحاجة التانية ان انا في بلاجنز وثيمز وحاجات كتيرة جدا بتشتغل احسن مع الانجليزي، فعشان نتعلمها في الاول نتعلمها بالانجليزي، وبعد كده ايه نقدر نتعلم بالعربي. هو كده كده العربي هي فكرة بس واجهة، يعني هو الموقع بس لوحة تحكم بتبقى مكتوب، بدل ما مكتوب مثلا داشبورد مكتوب لوحة تحكم، بدل ما هو مكتوب بلاجنز مكتوب اضافات، شوية مصطلحات يعني. تمام. لكن انا حتى لما بعمل موقع عربي بخلي لوحة التحكم بالانجليزي، عشان خاطر بس ايه ما يعني يحصلش لخبطة احيانا في بعض البلاجنز وكده. انجلش مات. تمام. الموضوع اللغة ده كمان عشان لما أكيد أنت مش بتطلع تشتغل مثلا على مستوى، ممكن تشتغل على مستوى أكبر شوية، يمكن ربنا يكرمك مثلا تلاقي شغل فريلانس مثلا في أي منصة ولا كده، فتبقى الأمور معاك أسهل حتى في المصطلحات. إن أنا أتعرف الحاجات بالإنجليزي وبعد كده سهل أترجمها عربي، بس لما أنا بكون عارفها كلها عربي بعد كده أجي على الإنجليزي ألاقي نفسي إيه، يعني الأمور مش في حاجات واقعة مني أو كده. فيفضل دايما المصطلحات، لأن كمان احنا مش بنتكلم على انجليزي وعربي، احنا بنتكلم على اللغه العالميه اللي انت هتخليك بعد كده لما تخش على اي موقع، على اي مدونه اجنبيه،
تشوف اي فيديو على اليوتيوب تبقى فاهم بيتكلم عن ايه، لان انت فاهم يعني. انا دايما من غير اللغة الانجليزية في حاجات كتير بتبقى ناقصة الواحد، يعني في جزء كتير من شغلنا تمام عصبه هو اللغة، لان المصادر العربية قليلة تكاد تكون معدومة يعني. معلش انا مش مفيش مصادر عربية اصلا، انا يعني لا اتذكر ان في حاجة حاجة عربي انا وقعت فيه بصراحة تمام، وكل مصادر اجنبية. فاللغة الإنجليزية مهمة جدا، ومش لغة إنجليزية أنا هقعد أتعلم أخد كورسات إنجليزي، لا هو القراءة كتير، القراءة كتير، وبحاول أفهم في أول مرة ممكن أخد وقت في قراءة مقال بقالي 2 3 ساعات عشان عمال أترجم، بعد كده هاخد 2 ساعة، بعد كده 1.5 ساعة ليه بدأت يبقى عندي حصيلة تخليني لما بقرأ خلاص أنا فهمت يعني إيه، أنا بقيت المصطلحات مش غريبة عليا من كتر ما قريت، خلاص بقت سهله. انا مش بقول احنا نتعلم انجليزي يعني عشان خاطر نتكلم ونتكلم والانجليزي بتاعنا، لا انا بتكلم انجليزي اللي يخليني اعرف اقرا وافهم التخصص بتاعي، يعني مجموعه مصطلحات كده انا خلاص عرفتها لما بقرا بقت ايه سهل عليا. ف لازم اللغه الانجليزيه دايما بنبدا بيها، دي بعد كده هتسهل عليا امور كتيره يعني ان شاء الله. طب يا باشمهندس، في داتا مثلا ممكن يعني ممكن نراجع منها او كده؟ لاني انا واحده مثلا بعيده خالص عن المجال، فبالنسبه لي حضرتك المصطلحات كلها اللي بتقولها انا بالنسبه لي غريبه، يعني حاسه ان الموضوع اول مره اسمع عنه. فمثلا في داتا في خلال الاسبوع قبل ما نبدا كمصطلحات على الاقل ابقى فاهمه معناها او ايه وظايفها في الموقع نفسه ارجع ان لها شاء يعني؟ الله طبعا طبعا. انا زي ما قلت لحضراتكم هبعت على الجزء الخاص بالريسورسز او المصادر او الحاجات اللي هي الاستعداد للمره الجايه، عشان ادخل المره الجايه الاقي نفسي ايه عارف احنا يعني مبدئيا كده بنتكلم عن ايه. هبعت، وفي مصادر طبعا ساعات ممكن نبعت مقال، ممكن نبعت حاجه زي كده، ممكن برضو في اجزاء مترجمه او كده بعملها احيانا وانزل لحضراتكم مثلا مهمه او كده تقروها. فقبل ما تبدا المحاضره يعني كل محاضره قبلها انا عارف احنا هنشتغل ايه المحاضره الجايه، وعاوز الناس تبقى عندها 1 2 3، فببعتهم لحضراتكم قبليها، اللي بيعمل ريسيرش اللي بيعمل كده. ودايما خدوا بالكم انا مش عاوز دايما كل حاجه تيجي لغايه عندي، لا انا اعمل ريسيرش يعني، ممكن اديك مصطلح واقول لك انت ايه اعمل شوف هنوصل لايه ونحكي فيه، بس انا عاوزك توصل ليه عشان اتعلم ازاي اعمل ريسيرش. بدل ما انا الحاجه دايما بتيجي لغايه عندي انا اتعلم ازاي اجيبها، انا عايز اجيبها انا يعني، انا في اي وقت ممكن ما الاقيش مش لاقي اي مصدر اقدر يديني المعلومه على طول، طب اجيبها ازاي؟ لازم انا اتعلم ازاي اجيبها يعني. دي الحاجه التانيه بجانب اللغه الانجليزيه، ان اتعلم ازاي اعمل ريسيرش او ازاي اجيب المعلومه، وخصوصا دلوقتي مصادر المعلومات بقت سهله جدا يعني. اولا احنا عندنا البحث ده شيء اساسي، والكوميونيتيز موجوده اللي هي مجتمعات المصممين والمطورين ماليه، خصوصا في وورد بريس واتش تي ام والحاجات دي ماليه الانترنت، طبعا اغلبها باللغه الانجليزيه اي نعم، بس موجوده كتير جدا. الحاجه الثالثه الذكاء الاصطناعي دلوقتي خلى ان انت ممكن تسال اي سؤال يجاوب لك تمام، حتى لو في بعض الاجابات بتكون غير دقيقه، ولكن على الاقل بيديك الحد يعني الادنى او المعقول من المعلومه اللي تخليك تبدا تنطلق منها للبحث اكتر وافضل. فلذلك دايما نتعلم بجانب اللغه الانجليزيه مهارات البحث عشان اوصل للمعلومه. وثالث حاجه بدل ما احنا يعني دخلنا في الاطار ده، ثالث حاجه الممارسه الكتير يعني. اللي انا باخده كان بيجي بعض الناس معايا شطار جدا واذكياء جدا، وانا عارف ان هم ممكن يعملوا حاجه كويسه، ولكن كان دايما بلاقيهم مسقطين في حاجات بسيطه، فكانت دايما السر في ايه؟ في عدم التطبيق. هم يسمعوا كويس جدا واستوعبوا، بس مجرد ان ايدي ما مش موجوده على الكيبورد عمال احاول، دي مشكله كبيره يعني. انت لو قعدت فتره بعيد اول ما تخش تحس انت بتبدا من الاول، عمال تفتكر ايوه انا كنت بعمل دي ازاي. زي اي حاجه على فكره يعني، هو اي تخصص زي اللي بيعمل اي حاجه في الدنيا، الممارسة دايما هي الأساس. فبقعد أخبط أقعد أخبط في وأعمل حاجات من دماغي، وأجيب أي صفحة قدامي وأقلدها، هجيب عجبتني وأنا على الإنترنت بعمل أي حاجة كده، استفزني حاجة كده لقيت سلايد حلو، لقيت سيكشن مثلا مصنف على موقع من المواقع، فقلت أنا لازم أعمل حاجة زي كده، ببدأ أدور طب دي أعمله إزاي، طب ممكن أجي له بلاجن فين، طب إيه الكود اللي ممكن يعمل، ببدأ أستفز نفسي. الكلام ده بيطور من مهارتي ممكن من غير ما أخد بالي تمام، وبيخلي الحاجات سهله بالنسبه لي ان انا بقى ايه اعملها. من غير الممارسه مش هينفع يعني، ايه هلاقي نفسي تراكمت عليا المعلومات وفي الاخر
انا برضو رجعت ان انا بقيت عادي، يعني بعمل الحاجات العادية. ده من ضمن الحاجات الممارسة، يبقى اللغة الإنجليزية، مهارات البحث، والممارسة المستمرة. يعني هي فكرة إن ممكن تبقى زي هواية عند الواحد، أو كل ما هو قاعد ساكت كده يروح فاتح مخبط في حاجة، ألاقي بلاجن. أنا أحيانا كنت بخش، يعني زمان أنا بشتغل في الوورد بريس من 2004 2005، تمام. يعني أنا الـ HTML في 2002، أول ما كان الـ HTML كانش لسه فيه CSS، كنا بنشتغل HTML بس، تمام. كنا بنحط الكود، حتى الستايل اللي هو المفروض الستايل ده بنحطه بالسي اس اس، ما كانش لسه في سي اس اس، كنا بنحط مع الاتش تي ام ال الكود بتاع الستايل، حاجات قديمه يعني كده. كنت بشتغل على الورد بريس من زمان، طبعا اتطور كتير جدا جدا. فكنت كل ما اقعد اخش على البلاجنز واقعد ادور كده عشوائي، كان بتطلع لي، يعني عاوز اقول لكم، يعني كنوز بتطلع ليه من البحث بس على البلاجنز جديده، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس لازم تقعد ايه، طب فكره معينه كده عاوز اعرف تتعمل ازاي، فنقعد ندور عليها ازاي ممكن نعملها بالكود، ازاي ممكن نعملها طيب ببلجن، طب ازاي ممكن نعملها اشوف لها كذا طريقه، اخش تبحث، تخش تسال على اي كوميونتي مثلا او كده. فالحاجات دي مهمه جدا يعني. فاتمنى ان الجزء ده، يعني عارفين ده اهم من حاجات كتير، يعني اهم من حاجات كتير احنا بنعملها، يعني حضور المحاضره ده، دي بس بتخليني احط 1 2 3 4 5 كده كام نقطه ورا بعضيهم عن المحتوى ده. بعد كده لازم انطلق بالحاجات دي واعمل الحاجات اللي قلنا عليها. تمام يا باشمهندس، شكرا. اهلا بحضرتك. طبعا احنا عندنا في حاجة تانية اللي هي فكرة الادوات بقى بتاعتنا. احنا الادوات بتاعتنا، انا طبعا بوفر الادوات بحيث ان محدش يشتري حاجة او كده. دلوقتي اي بلجن، اي ثيم، يعني اي اضافه بنشتريها، اي قالب بنشتري، نتكلم بالعربي والانجليزي عشان طبعا نبقى كلنا مستوعبين، بتبقى في حاجات كتير منها، او الاغلب يعني الحاجات الكويسه مدفوعه، وده لازم طبعا. لما اجي اعمل اي موقع لعميل لازم اشتريها، هشتريها، وكان ممكن بقى ايه اشتريها بسعر رخيص او كده، نعرف بقى نلاقي الحاجه، يعني حاجه ب 50 دولار ازاي اشتريها ب 5 دولار، ماشي كده ممكن. لكن لازم اشتري نسخه برخصة أصلية علشان خاطر تكون ابديتد دايما، يعني وتكون سكيورد، يعني ما فيهاش فيروس كده ولا حاجة كده. الحاجات دي كلها أوفرها لحضراتكم لأغراض التدريب مجانا، هتبقى موجودة في الريسورسز عندنا. يعني مثلا الاليمنتور برو، الاليمنتور برو ده البلاجن اللي هنشتغل عليه بناء الصفحات، بيديني اوبشنز زياده عن النسخه المجانيه، اوفر لحضرتك، ودايما لما ينزل ابديت منه بشوف نسخه كويسه وببعتها لحضرتك. دي نشتغل فيها في التدريب، يعني طبعا ايه افضل طبعا مش استخدمها في الشغل، هي تشتغل معاك عادي جدا، بس لما اجي اشتغل شغل يعني بروفيشنال احط اشتري النسخه يفضل يعني. وهكذا. فالادوات بتاعتنا كلها هوفرها بشكل مجاني. الاستضافه بقى، الاستضافة احنا طبعا ممكن حد يشتري دومين واستضافة وحاجات زي كده عادي، الموضوع ما هوش يعني ايه صعب. ممكن مثلا يكلف في البداية الدومين مثلا 10 دولار ولا حاجة، المعدل بتاعه يعني ممكن يقل ممكن يزيد ولا حاجة كده. في نمشي مثلا موقع نمشي بعمل بيوصل ل 7 دولار تقريبا لو سجلت لأول مرة، لو انت عميل جديد عندهم كود كده بتعمل، يعني لو عملت اي موقع يدي لك، لو عاوز تعمل يعني دومين خاص بيك طبعا. يعني هو هنا اهو كاتب ملاحظة كده ان في برومو كود نيو كام 598، ده بيديك ب 6 دولار طبعا، مع في رسوم كده بتبقى موجودة بيعملها بتاع 7 دولار. لو حد عاوز ياخد يجيب يعني دومين مثلا وكده، ونمشي معقول للمبتدئين. الهوستنج هنلاقي شايفين استضافة مثلا عاملة كام، ده من المواقع الرخيصة والإيه السهل، وعندهم الدعم الفني كويس يعني. يعني الشيرد هوستنج يعني مثلا في الشهر ب 2 دولار، معقول يديك ثلاث، تقدر تحط عليه 3 مواقع، فده معقول برضو لو حد عاوز يعمل حاجة يعني ايه سي بانر الأساسية، تدريب عملي حقيقي وكده. الحاجة التانية في مواقع المجانية، تمام، يعني اللي ممكن يديك حاجة قريبة من السي بانل اللي احنا شغالين عليها من شوية دي،
انفينيتي فري مثلا، في موقع اسمه انفينيتي فري بيديك هوست، طبعا الدومين بيبقى دومين فرع يعني مجاني برضو، دومين فرع مجاني وتقدر برضو تشتغل عليه. تمام، ده بيديك تقدر تعمل يعني اكونت بأي دومين زي كده، يعني حاجة قريبة من الشكل ده، يبقى عندك موقع بالاسم ده يعني أي حاجة بقى، يعني اسم المؤسسة، اسمك الشخصي، تمام، اسم أي حاجة. أنا كتبت مثلا كده بلوج، بعدين بشوف متاح ولا لأ، بيقول لي متاح. طبعا بيقول لك بقى سجل يوزر نيم باسورد، اكتب الباسورد اللي حضرتك شايفه مناسب أي حاجة. وبعد كده هيديني هو خلاص بقى ايه، عمل لي اكونت. هروح لي احنا الكلام ده هنشوفه تاني مع بعض، هيعمل لي اهو لوحة تحكم زي اللي كنا فيها تقريبا، بس هي ناقصها حاجات كتيرة يعني، بس في الفيتشرز اللي موجودة، بس هي الاساسيات كلها واحدة يعني. اداني لوحة تحكم مجانا اهو، ما كملناش 3 دقايق يعني، نقدر من خلالها نعمل موقع بتاعنا يعني. هقدر كده اخش على مثلا اللي هي سوفت كير دي، اللي هي الاب انستولر، ده بيخليني بسهوله اسجل يعني موقع ووردبريس انزله في خلال دقيقه يعني. بس يعني حظنا احنا ان في مشكله، بيقول لي ارجع بعد 20 دقيقه. دي حاجات عاديه يعني ممكن تكون بتحصل، بس نجرب تاني كده. هو يعني مش شغال دلوقتي، نقدر ان احنا ندير من عليه موقع كامل، او الشغل اللي احنا هنعمله هنقدر ان احنا نطبقه على انفينيتي فري. فده بقى بيديني روح التحكم. فاما ان انا عندي الخيار المدفوع ان انا اشتري، بص طبعا ده في السنة هيعمل يعني، هو في السنة اصلا عامل يعني 2 دولار في 12 شهر، عامل 24 دولار، والدومين نيم مجانا معاه يعني، معاه مجانا يعني. هو القصة كلها دومين نيم واستضافة 24 دولار. 24 دولار لو ضربناها في 4 حتى هتبقى من 1000 جنيه مثلا، لو بالمصري يعني، بيبقى معاك سنة كاملة دومين واستضافة يعني، بتكون خاصة بيك بقى وباسمك، وتكون مدفوعة وبروفيشنال وكده. ده لو أنا عايز أستخدم، وده يعني من الأسعار الكويسة. هو نمشي، لو انا عايز ابدا اشتغل على اتدرب على المجاني برضو انفينيتي فري متاح، وفي فيديو موجود على اليوتيوب انا كنت عامله على ازاي تسجل بالتفصيل في انفينيتي فري، هتلاقوه طبعا. ده الفيديو الاولاني اهو، ده في فيديو هنا اسمه شرح استضافة مجانية ووردبريس انفينيتي فري، وده برضو شوفوه، هو فيه تفاصيل شرح ال، وهحط لكم يعني، انا هجيب لكم اللينك اهو وهحطه فين عشان نشوف عملي كده. انا جيت على الكلاس وورك وهاجي لكم اللينك اهو. كمان هحط لكم لينك الموقع. راح فين اهو. هتدخل دلوقتي، هتخش على الريسورسز في الكلاس ورك، هتلاقي استضافة مجانية انفينيتي فري، هتدخل على انفينيتي فري هتلاقي اللينك وهتلاقي الفيديو. دي الطريقة اللي احنا ايه هنشتغل عليها، هتلاقي الحاجات موجودة تحت بعضها يعني. فده لو عايزين تشوفوا ازاي تعملوا اكونت على، طبعا احنا هنطور المعرفة ان انا هنعرف بقى بعد كده ازاي نطبع عليه شهادة SSL بتاعة الامان، وشوية حاجات كده اساسية لازم حتى في تأمين الموقع، وخاصة برضو بالسيو
وبتأثر على موقع في جوجل وحاجات كده يعني. دي هنعملها بقى في الكورس يعني. بس هو الفيديو ده بيجيب لك ازاي تعمل اكونت، والاكونت ده ممكن تعمل عليه لغاية 3 حسابات، 3 مواقع يعني. كل اكونت بعدين ممكن تعمل اكونت بايميل تاني وتعمل 3 مواقع تاني يعني. تمام، ده بالنسبة للاستضافة. فدي من ضمن الادوات بتاعتنا للاستضافة، وان شاء الله باذن الله باقي الادوات هتلاقوها موجودة في ال يعني بلاجن اي حاجة كده هتلاقوها على الكلاس وورك باذن الله. هل في استضافة؟ تمام، هل في اي استفسارات او حاجة؟ لا تمام كده. تمام ان شاء الله. طيب نتابع مع بعض على كده الناس اللي ما حضرتش معايا. طبعا انا هشوف الناس اللي باقيه عندهم مشاكل، لان هم اكدوا عليا، بس ممكن يكون كان في اي ظروف. المهم ان شاء الله باذن الله اتابع مع حضراتكم على الجروب، ولو في اي حاجه برضه ابعتوا لي انا يعني على الواتساب او على الماسنجر، وهبعت لحضراتكم باذن الله. هتلاقوا في التاسكس هنا والاساينمنتس باذن الله الحاجات اللي احنا مطلوب مثلا نعملها او نحضر ازاي للمره الجايه او كده باذن الله. سعدت بحضراتكم جدا، وان شاء الله اتمنى يكون بس اتفضل. ازي حضرتك الحمد لله استاذ نبيل، هو الميعاد ثابت الساعه 7:30؟ الميعاد ايه؟ الميعاد اللي هيبقى ثابت الساعه كام على طول؟ هو الميعاد الساعه 7. تمام، هل في مشكله في المواعيد حضراتكم؟ لا اصلا على الكلاس كان معمول 7:30 غالبا يعني، ولا انا والله اه على الكلاس انا كنت كاتب 7:30 النهارده بس ولا عموما؟ لا هو حضرتك كمان بلغت 7:30 حتى على الشات خاص، بلغت 7:30. طيب خلاص يبقى 7:30، انا اللي متلخبط معلش. صحيح 7:30. طيب يعني بعد كده يبقى 7:30 على طول. 7:30 معلش، انا اللي اتلخبطت. تمام 7:30. بس في كذا محاضره في 7. بص والله انا بقطع من 7 بيجي ل 8، فانا قلت النص ساعه دي هتضيع. ماشي اما سهل، فلما بدات 7:30 اصلا جت 8، فيعتبر الساعه الاولانيه كلها ضاعت مني. استاذن حضرتك بس لا خلاص تمام. احنا 7:30 عادي جدا ان شاء الله. وهاكد تاني اهو 7:30، نحطهم تاني عشان ايه نبقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب شكرا لحضرتك استاذن، بس خلي حد يرفع بس السيشن بس على الكلاس ان شاء الله. حاضر باذن الله. طبعا ان شاء الله كل محاضره او سيشن بنعملها بعد كده بنلاقيها مسجله في الريكورد ان شاء الله باذن الله ارفعها على طول بعد ما نخلص بشويه كده باذن الله. اتمنى تكون شكرا خير ان شاء الله. ان شاء الله نبدا مع بعض، واتمنى تكون بدايه موفقه وتستفيدوا، ونلتقي مع بعض ان شاء الله. مش هقول السبت الجاي، هنلتقي احنا يعني هنا على الجروب اليومين دول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، واتمنى لكم مساء سعيدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.